أسعار السيارات في أمريكا. ننظر إلى هذه السيارة، هذه السيارة نوع كامري، السنة 2020، السعر 27,570. هذه السيارة كامري 2021، سعرها 27,751. وهذه السيارة كامري هايبرد، وسعرها برضو 27,270. وهذه السيارة الأخرى، ننظر كم سعرها. السيارة كامري السنة 2020، السعر 26,370. طبعا السيارات كلهم جديد، كلهم سيارات جديد. نشوف هذه السيارة، هذه السيارة يا سادة كورولا هايبرد، السعر 23,500، السنة 2021، يعني كورولا هايبرد 52 MPG، يعني استهلاكها للوقود في كل مايل أو في كل 52 مايل 1 جالن. يعني هذه بصراحة يعني سيارات جميلة واقتصادية. هذه السيارة يا سادة CHR من نوع تويوتا، هذه سعرها 23,480. هذه السيارة ننظر ايش نوعها، نشوف ايش نوعها. هذه السيارة يا سادة يا كرام بريوس السنة 2021، السعر 29,857. طبعا هذه سيارات اقتصادية، وهذه الصورة من وراء. هذه كيا، هذه سيارة كيا، نشوف كم عاملة، كم سعرها. شكله ما في لها سعر محدد. نشوف هذه السيارة البيضاء ايش نوعها وكم سعرها وسنة كم. ومش محددين اي سعر. هذه الروف فور، هذه روف فور طبعا، هذه سيارات جميلة. هذه سيارة الروف فور، مش عارف ليش ما حطوا سعر، ما حطوا شيء سعر واضح.
هذه سيارة نيسان، شوف كم سعرها. برضو ما في سعر محدد، لم يحددوا السعر هنا. هذه السيارة معروف فيها 14283. هذا باين على مستخدم، سيارات مستخدمة. بس نظيف، السيارات نظيفة ان شاء الله. فعلا وهذه عاملة 18789.